على مستوى الشهرة وعلى مستوى النجومية مقارنة بغيرهم من بعض المطربات اللي هم يمكن ما يكونش بنفس المستوى الصوتي زي مطربات لبنانيات كتيرات في المجتمع؟ والله أنا دايما بسمع جملة مظلومين مظلومين، بس هي يعني بحس إن هي محتاجة مجهود شخصي شوية. يعني ما ينفعش أقعد أقول أنا مظلومة وأنا ما بعملش حاجة، يعني ما بسعاش، ما خلاص إدارة الأوبرا بتضطر إن هي ما تديهوش الفرصة دي تاني، لأن هي شافت مثلا إن ما عملش نجاح. فهي محتاجة شوية مجهود، محتاجة موهبة حقيقية بحيث إنها تثبت نفسها. لا يعني لو قارنا مقارنة بالأسماء كده، قلنا مثلا شهرة زي شهرة هيفاء وهبي أو نانسي عجرم مقارنة بالأسماء اللي أنت قلتيها، أعتقد على مستوى الموهبة مفيش نقاش، المقارنة هتبقى ظالمة جدا. هي دي محتاجة طبعا يعني مساعدة إعلامية جامدة جدا، محتاجة دفعة قوية من شركات الإنتاج، من غير ما يفكر كده هيجيب له العائد. ولكن برضو ما إحنا لازم ندي فرصة، يعني لازم شركات الإنتاج يكون عندها سنة جراءة وتقتحم الموضوع شوية، لأن هو ده اللي ممكن يرجع الأمور لمجراها السليمة. فمحتاجة دفع منه شوية. في شكوى من كتير من الأغاني والمهرجانات والكلام ده كله مقلل طبعا الثقافة الغنائية تماما، يعني بنحسها قوي في الحفلات، إقبال الناس على أغاني معينة بيبان، يعني بيبان فيه كده دروب حاصل شوية، ولكن إحنا بنحاول نقاومه، بنقدم برضه فن حلو قيم مشاركتنا من خلال الحفلات الكبيرة وحفلات الأوبرا وتقديم التراث مرة ثانية، يعني بنحاول شوية. والأغاني اللي بنعملها كتير، في أصوات كتير جميلة عملناها من خلال البرامج دي، ما كناش نعرف عنها حاجة، بتدي فرصة اللي شركات الإنتاج دلوقتي مش بيعملوه بشكل كبير، أو الإعلام أو البرامج دي بتدي فرصة حتى لو كان الهدف منه تجاري، بس في الآخر الجمهور مستفيد، بيشوف أصوات حلوة والأصوات نفسها مستفيدة إنها بتشوف منافس كويسة إن هما يعرضوا موهبتهم ويبينوها للناس. الفكرة بقى إن عشان تكمل الخطوة دي لازم ينفذوا وعودهم اللي بيقولوها، إن هما بعد النجم أو كده ما بيكسب يا ريت يكملوا المشوار معاه فعلا، يعني دي الخطوة بقى اللي بجد هتفرق يعني. كبير وكتير هو شركة الإنتاج تخصصها يعني، فأتمنى إن الموضوع يرجع للحياة الطبيعية. يعني انا عن نفسي بحب المطرب اللي بيغني كل حاجه، يعني انا بحب مثلا شيرين، بحب انغام، بحب جنات، بسبب ان هم سميره سعيد،